100 جنيه للحصة الواحدة في مجموع التقوية؟ السلام عليكم ورحمة الله. وزارة التربية والتعليم نظمت عمل مجموعات التقوية داخل المدارس. قيمة الحصة قد تصل إلى 100 جنيه. المدرسة هي اللي بتحدد العدد الإجمالي لكل مجموعة تقوية، وكمان بتحدد قيمة الاشتراك. ولكن قال لك انت مجموعة التقوية ما تزيدش عن 25 طالب، وان قيمة الحصة لا تتجاوز 100 جنيه، يعني من الاخر الحصة ب 100 جنيه. حلو. وبقول لك ان عدد الطلبة الذي لا يتجاوز 25 طالب في استثناء، يعني لو ما فيش مواعيد بقى، ما فيش مكان، عادي نزود الطلبة عادي فوق 25 طالب. يعني من الاخر احنا بننقل السنتر جوه المدرسة. ماشي كويس والله، على الاقل المعلمين الافاضل بتوع المدرسة يلاقوا لهم حافز جيد ليهم ان هم يشتغلوا جوه المدرسة. ليه؟ تحديدا ان في المادة السابعة احنا قلنا ان الاساس المادي، المقابل المادي لكل طالب هو 100 جنيه في الحصة، لا يتجاوز 100، ممكن يبقى اقل، لا يتجاوز 100 جنيه في الحصة الواحدة. المادة 11 دي مهمة جدا بقى. قال لك ال 100 جنيه اللي احنا ناخدها من الطالب دي هنعمل بقى ايه؟ 15% من المبلغ اللي هو مفترض 100 جنيه او لا يتجاوز 100 جنيه هيروح لوزارة المالية. يعني قول لو المجموعة 100 جنيه للطالب، 15 جنيه يروح لوزارة المالية. طيب باقي المبلغ بقى عبارة عن 85 جنيه، 85 جنيه نعتبرهم 100% كده. 80% للمعلم، وبيستلم على طول بعد الحصة. يعني بيستلم مقابل الحصة بتاعته بعد الحصة. 80%، 80% من ال 85 جنيه. 80% من ال 85 جنيه هنقول مثلا ايه، 70 مثلا، حاجة كده. 5% لنقابة المعلمين. 5% لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين. 2% صيانة. 1.5% للمدير. 1.5% للوكيل. 1.5% للقائمين بالأعمال الإدارية في المدرسة. هو بس أنا حلو وجميل وزي الفل، إنما الحاجة الوحيدة اللي فيها مشكلة سعر المادة 100 جنيه ليه؟ يعني يوصل ل 100 جنيه في الحصة ليه؟ غالبية الناس اللي بتدي دروس بعيدا عن الأماكن الكبيرة، بتدي في قرى وفي مدن صغيرة، بتدي بالشهر. ممكن تلاقي شهر ب 200، ممكن تلاقي شهر ب 250. والشهر بيبقى عدد الحصص فيه قول تقريبا في المتوسط 8 حصص. فلو 8 حصص اولى وتانية ثانوي ما بيتعداش 200 جنيه، ممكن بيبقى اقل. لو 8 حصص يعني الحصة ب 25 جنيه الحصة الواحدة. ولو تالتة ثانوي يقول يا سيدي في ناس بتشتغل ب 300 جنيه في الشهر كله، وبيبقى لا يقل عن 10 ساعات شهرية. 10 ساعات يعني برضو انت هتلاقي الساعة في حدود 25 جنيه. تقوم انت كوزارة بقى الحصة ب 100 جنيه. طيب في ناس تقول ماشي، ده معلم المدرسة اللي هيدي الحصة، ما انا مش مختلف معاك. اكيد طبعا انا مع اي حاجة تفيد المعلم اللي بيشغل في المدرسة. طبعا اغلبية المعلمين مش متعينين، يعني مفيش تكليف. ولكن بالفعل المعلم في المدرسة محتاج حافز عشان يشتغل، واظن ان ده حافز جيد. ولكن هي القصة كلها بس في التسعير. يعني انا اكيد طبعا مهم جدا، يا سلام يبقى الدروس تحت اشراف وزارة التربية والتعليم في قلب المدرسة، والله رائع جميل. ولكن التسعير سؤال ليك انت كولي امر. اولا هتودي ابنك فين؟ هل هتوديه لمدرس المدرسة؟ اصل انت عندك اولى وتانية ثانوي المدرسة الشغل اللي في المدرسة عليه 70% من الضرائب. فهل انا اوديه لمدرس المدرسة؟ وفي ثالثة ثانوي هوديه لمدرس المدرسة في مجموعات التقوية وادفع ما قد يصل الى 100 جنيه في الحصة؟ ولا انت هتطلعه بره؟ ايه المعيار بالنسبة لك؟